أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه شهادتي فيما يخص الخلوة المباركة التي مريت بها في الطريقة الكركرية على يد شيخها سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. فبعد مبايعتي للشيخ قدس الله سره ومداومتي على الورد المأذون من حضرته لمدة معينة، أكرمني قدس الله سره في هذه الأيام المباركة من شهر رجب بخلوة الاسم المفرد. كنت في هذه الخلوة صائما، يعني في النهار، وأفطر عند المغرب، كما أنني كنت محافظا على الصلوات الخمس في وقتها، ذاكرا لاسم الله المفرد المأذون من السيد الشيخ قدس الله سره. فهذه الخلوة أكرمني الحق فيها جل شأنه بمشاهدات نورانية عرفني فيها الحق برتقية وفتقية السماوات، وذقت فيها شهودا معنى قوله عز من قائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فتجليات المشكاة والمصباح والكوكب الدري، هذا ما كان في هذه الخلوة في هذه الثلاثة الأيام. وقد شهدت فيها كذلك معنى رتقية وفتقية السماوات والأرض، مصداقا لقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم: إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قبل خروجي من هذه الخلوة المباركة، لقنني قدس الله سره بمحض جوده وكرمه السر الأول من أسرار اسم الجلالة الله، فجزاه الله عني ألف خير وجعلني نقطة من بحره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.